موجز إخباري نصل عرض فيه أهم وأحدث القضايا تأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري. أهلا بكم. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة. ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين. تنتهي غدا الاثنين الموافق 31 من مايو الإجراءات الاستثنائية من غوق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما في 9 مساء، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للحد من التزاحم ومنع انتشار فيروس كورونا وزيادة حد الإصابات. ومن المتوقع عدم تجديد الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى وعودة المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بها. وكان رئيس الوزراء أكد في وقت سابق أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة استثنائية بعدما تم رصده من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحال التجارية وعدم الالتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية. أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية يوم السبت عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالتي الفيروس التي تم اكتشافهما في الهند وبريطانيا. وبحسب صحيفة VN Express، قال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانا لونغ إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشفت عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد، موضحا أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهندية من فيروس كورونا أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء. وقال وزير الصحة الفيتنامي أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس باريس اليوم الأحد بأن الكونغو الديمقراطية سجلت ما لا يقل عن 61 هزة أرضية خلال 24 ساعة الماضية بسبب النشاط البركاني الذي شهدته البلاد. وقالت نقلا عن خبراء زلزال محليين إلى أن الهزات سببها استمرار تدفق سيول الحمم البركانية في منطقة ثوران بركان نيراغونغو شرقي البلاد. وقالت السلطات المحلية إلى أن أكثر من 10 هزات أرضية تم تسجيلها فور ثوران البركان الواقع بالقرب من منطقة غوما في وكالة كيفو الشمالية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الحدث خلف مصرع 30 شخصا وفقدان أكثر من 40 آخرين. قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد بقبول الدعوة المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة العامة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد. وكان قد أعلن مرتضى منصور رغبته في خوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك والمقرر إقامتها في النصف الثاني من العام الجاري عبر قناة خاصة باليوتيوب، وهو ما أثار الجدل حول عودته مرة أخرى إلى قيادة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة. وعلمت مصادر خاصة بأن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة لا يزال معلقا، ففي حالة انتهاء التحقيقات من مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك لعام 2021 بشكل طبيعي. قررت محكمة جنحة الشيخ زايد تأجيل محاكمة الإعلامية عمرو أديب في اتهامه بسبب وقف الفنان محمد رمضان لجلسة 12 يوليو المقبل. وطالب رمضان في دعواه بتعويض قدره 100,001 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء هجوم عمرو أديب عليه في حلقة من برنامجه الحكاية، منتقدا إياه عقب نشره لفيديو الفلوس الذي نشره الفنان عقب خسارة قضيته من التيار أشرف أبو اليسر. ولمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقع صدى البلد الإلكترونية. حتى نلقاكم مجددا، شكرا لمتابعتي وإلى اللقاء.